بعد هذه الضربة يا سيد نعمان، هل ضربت الولايات المتحدة الشراكة مع العراق عرض الحائط؟ لا تريد أمريكا أن تضرب يعني شراكتها مع العراق، تحاول التواصل مع الحكومة العراقية وتريد التواصل مع رئيس ورئيس الوزراء العراقيين، لأنها تعلم أن هذا التواصل هو ما يضمن مصالح أمريكا وعدم توسيع رقعة النفوذ الإيراني وأيضا الروسي في المنطقة، فإن أمريكا لها مصالح والعراق دولة مهمة في المنطقة وفي العالم بإنتاج النفط ولديها مصالح استراتيجية في هذا المجال، فإنها تحارب روسيا وتحاصر روسيا من ناحية النفط وتصدير الغاز، ولكن تريد للنفط العالمي ليستمر بالتواصل لأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي. طيب، جون كيربي تحدث عن أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية والتنسيق معها قبل شن هذه العملية، سرعان ما نفت الحكومة على لسان المتحدث باسمها وقالت إنه ادعاء كاذب يراد منه تضليل الرأي العام الدولي. لما تكذب واشنطن كما يقول المتحدث باسم حكومة العراق؟ يعني أمريكا صرحت وعبر وسائل الإعلام أنها ستضرب، ويمكن أن يكون قد وجهت رسالة مباشرة للحكومة العراقية، ولكن نعلم جيدا أن الحكومة العراقية توازن بين الوجود الأمريكي والوجود الإيراني، ويوجد هناك في العراق حلفاء لإيران تحاول ترضيتهم، ونعلم نستف يعني نفهم موقف الحكومة العراقية من هذه التصريحات.